بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، أخباركم وحشتوني. قبل ما نبدأ الفيديو حق اليوم، خلونا نصلي على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونبلش مع بعض الفيديو اليوم إن شاء الله. وزي ما تشوفون راح نصنع مع بعض ثلاث أهم منظفات بالمنزل. نبدأ مع أول شيء المعقم، هذا أرش فيه المغاسل حقات دورات المياه، أرش فيه كراسي الحمام تكرمون، أستخدمه بكثرة. الشيء الثاني عندنا ملمع الزجاج غني عن التعريف والمرايا، وآخر شيء عندنا ملمع الخشب تمسحون فيه أي لون خشب عندكم، أبيض أسود أي لون. وآخر شيء عندنا بخاخ المي المعتاد. فإذا أنتي ملكتي بالبيت أربع منظفات من هذه المنظفات، تستغنين بالنزول للسوق علشان تشترينهم. فخلونا نبلش مع بعض طريقة صنع. أول شيء راح أبلش فيه هو ملمع الخشب. تحتاجين علبة فاضية بخاخة يعني، وتحطون عليها القمع علشان يساعدكم بعملية السكب، علشان ما تكبكبين من المقادير شيء. ندخل الحين بالمقادير. عندك هنا كوب عصير ليمون، وعندك كوب زيت زيتون، وبرضو عندك كوب مية. فيك تستخدمين كوب أي كوب تبغينه، برضو فيك تستخدمين بديل عصير الليمون اللي هو ميجي معصور وخالص، وزيت الزيتون أساسي. تخلطين كل المكونات هذه مع بعض في علبة، وقبل ما تستخدمينها رجي العلبة كويس علشان المكونات تدخل مع بعض. هذا الرشاش يا بنات ينفع لكل أنواع الخشب، حتى دروج المطبخ عندك وأي أنواع الأبواب، أي خشب وأي لون. الحين نجي للنوع الثاني اللي هو ملمع الزجاج. تحتاجين كوب خل أبيض، فيك تقسمين المقادير على الكمية اللي تبغينها. وعندي هنا كوبين مية، المية ما تفرق دافية باردة حارة اللي انت حابة. وعندي هنا رائحة، أنا استخدمت بودرة الورد لأن تعرفون ريحة الخل مزعجة، فحطي بودرة الورد. إذا ما عندك فيك تحطين الفانيلا، لا تكثرين كذا، نص ملعقة صغيرة بس علشان تطلع الريحة حلوة. وعندي هنا صابون المواعين المعتاد، فيري لوكس بريل، أي نوعية أنت حابتيها. نحتاج هنا ثلاث ملاعق أو ملعقتين. الحين بالعلبة راح أخلط المية، وحطيت فوق المية الخل كلها مع بعض، وبعد كذا راح أحط بودرة الورد وبعدين الصابون وأستخدمها. يا بنات الخلطة هذه تنفع لأي نوع زجاج عندك، للتلفزيونات، للطاولات القزاز، للمرايا. وكل ما خلصت ارجعي جدديها، ما ترجعين تشتري من برا أبدا. والحلو فيها أنها كلها عضوية وآمنة على صدر أطفالي. الحين راح نبلش بالمعقم. راح أحط هنا كوب مية، وراح أحط نص كوب خل، وكمان راح أحط ملعقة صغيرة مليانة بيكربونات الصوديوم، وكمان راح أحط خمس معالق من صابون المواعين. أجمعهم كلهم في علبة وتستخدمينهم في تعقيم أي حاجة عندك بالبيت. أنا أستخدمها صراحة للمغاسل، مقابض المغاسل، مقابض الأبواب، مقابض اللمبات، أي حاجة أنا حابة أستخدمها فيه. حيل يا بنات يعقم وريحته مرة حلوة، وكمان تومين في كذا زي ريحة الديتول، الريحة مرة توحي كذا بالنظافة. كذا أنتي وفرتي على نفسك ثلاث منظفات رخيصة وحلوة. هذه يا بنات كل المنظفات اللي أنا صنعتها معاكم اليوم، أحب أنا أسويها بإيدي بالبيت، ما أجيب من برا نهائيا. جربوا يا بنات ملمع الخشب مرة ممتاز. طبعا الطريقة هذه أنا نزلتها سابقة بالإنستغرام، وأغلب البنات استفادوا منه، بس حبيت أني أرجع حين أثبته داخل اليوتيوب علشان يكون مرجع لكم بإذن الله تعالى. إذا حبيت تطبقون هذه المنظفات عندكم بالبيت، ممكن البعض يقول غالية أو أجيب من برا أحسن، جربيها، ما عاد تدورين السوق، والعلب تراها مرة كبيرة وتعيش عندك عمر طويل. الحين وصلنا للإعلان حقي. تمام، اليوم أنا وصلني عود، هو وصلني تقريبا له 4 أيام، بس أنا اليوم بجربه معاكم. يعني شوفوا العود اللي وصلني اليوم، أنا أول ما وصلني الصندوق أنا كنت عند أمي زين، وجربناه عند ماما. من حسن حظي وحظي الحلو والجميل إنه ماما كان عندها مناسبة، وراح أنزلكم صور المناسبة بالإنستغرام، وراح أذكركم المناسبة هنا. أنا عندي واحد من إخواني جراح مخ وأعصاب، وحملنا الحفلة حقت البورد السعودي ولله الحمد. فالبورد السعودي بجراحة مخ والأعصاب، الحمد لله أخوي دكتور عبد العزيز،
فعملنا الحفلة الكبيرة وعزمنا عليها ناس، فوصل هذا العود بوقته. كنت عند ماما وانجنت على ريحته. طبعا ماما عندها عود ثاني وغالي وكذا، بس قالت هذا مميز، والله مميز. يعني شوفوا أمي قاعدة تسمعني وأنا قاعدة أتكلم على شهادة أمي إنه العود مميز. اللي عندها مناسبة، اللي عندها حفلة، اللي عندها عرس، اللي عروسة وتبغى تتبخر، تاخذ من العود هذا يا بنات. العود كمبودي، يشهد الله علي إن هذا مو مجرد إعلان وكلام فاضي، والله أجمل عود أنا شميت ريحته، ما شاء الله تبارك الرحمن. مو بخور أقولكم، عود زين. خلونا نفتح الصندوق مع بعض ونشوف إيش وصلني من عندها. طيب أول حاجة وصلتني من عندها، شوفوا وصلني هنا زين، وصلني هنا 3 صناديق بالشكل هذا. خلاص صندوق صندوقين ثلاثة. أنا كنت عند ماما وكان عندها، كان في مناسبة قلت لكم عند أهلي يعني، فأعطيت ماما صندوق مباشرة. يعني بنت الحلال أرسلت لي 3 صناديق من العود هذا زين، وأرسلت لي كمان هنا مرشين. هذا مرش واحد، اسم المرش هذا نوفمبر، وعندها يا بنات 6 أنواع. وكمان أرسلت لي مرش نوع ثاني زين، اسمه 15 زين. طيب أول حاجة راح نجرب العود مع، جبت المبخرة حقتي خلاص، والحين نبغى نجرب العود مع بعض وبنشوف كويس ولا لا. خلوني أفتحه. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا شكله من داخل. هذا يا بنات عود كمبودي زين. ناخذ كسرة واحدة، ناخذ هذه وبنحطها فوق المبخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب على ما تطلع الريحة حقت العود، أنا حابة أتكلم عن العرض اللي عندها. يا بنات عندها عرض جميل، قولوا لها إحنا من طرف أم سارة، عندها عرض بالمرة قوي وحلو. 3 علب 300 ريال، يعني العلبة الواحدة ب100 تطلع عليكي. خلاص تاخذين 3 علب ب300 ريال فقط. عود يوجب، عود مناسبات، عود أفراح، إذا أنت عروسة، إذا ما شاء الله بدأت الريحة تطلع، يعني الريحة ما شاء الله تبارك الرحمن فظيعة. زي ما قلت لكم أنت عرض 3 علب ب300 ريال، قولوا لحنا من طرف أم سارة واستمتعوا بالعرض هذا. لا يفوتكم يا بنات، اللي تبي تشم ريحته تبي تقول الله يجزا أم سارة خير. تاخذين عود أوقات تندمين إنك خذيتي، والله هذا العود اللي يقولون عليه عود الريحة فظيعة فظيعة فظيعة. ما شاء الله شوفوا كيف بدأ يزبد من فوق، الريحة خيالية، ودي والله لو أنكم تشمونها، الريحة مرة فظيعة. طيب كذا إحنا خلصنا من العود، نجي الحين للمرشات اللي وصلتني. هي أرسلت لي أول واحد نوفمبر تمام، والثاني اللي أرسلت لي 15. أنا بعطي ماما نوفمبر، عجبها أكثر من الثاني، بس الروائح جبارة للبيت، الروائح خطيرة للبيت، خطيرة خطيرة. أنا بخيت وأنا عند أهلي، أمي جنت على الريحة، فقلت لها أي أجيب أكثر؟ قالت والله ما يجيني شيء، هم جوكي إعلان. أنا كل ما يجيني إعلان ولا يجيني شيء ولا أنا أشتري حاجة سواء من بخور ولا عود للبيت ولا أجيب أي شيء، لازم أقاسم ماما منه، أحس أن البركة تنزل فيه. فقلت لها اختاري ما في كلام، يلا لازم تاخذين واحد. قالت ما أبغى، هذولا جاياتك أنت مهم جاييني أنا. قلت شوفي إذا ما خذيتي ترى بعطيكي واحد غصب عنك، فأنت اختاري. قالت خلاص نوفمبر. الريحة يا بنات فظيعة 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 بالمرة، حلو. خذوا من مرشاتها للبيت خلاص. ما أدري صراحة أسعار المرشات عندها، بس طلع لكم على الشاشة رقم الجوال حقها، فوتوا عندها على واتساب مباشرة وتواصلوا معها واسألوها عن الأسعار واسألوها عن المرشات. عندها 6 أنواع، هي أرسلت لي 2 بس ما شاء الله. شوفوا التغليف كيف، الشغل مرة أنيق، الحيل حلو، يعني حاجة فظيعة فظيعة، والروائح حلوة حلوة حلوة، حتى العلب توجب بالمجالس. خلاص هذا يا بنات كان إعلاني لليوم. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من المنظفات اللي سويتها، واستفدتوا من ريحة النظافة هذه اللي قاعدة تطلع قدامكم، العود والأشياء الحلوة اليوم عطرتنا، الله يا رب يعطرها من عطر الجنة. الله يوفقك يا حبيبتي إن شاء الله، وبإذن الله تعالى تستاهلين إنه متجرك يكبر، وتستاهلين إنك توصلين للمليون، والله من أجمل تاجرات العود اللي أنا تعاملت معهم. الله يوفقك يا حبيبتي، وفالك يا رب المليون. ب
بنات ادخلوا عليها وطلبوا منها، مو علشان هي ارسلت لي، هي يعني طلبت اني اسوي لها اعلان. انتم عارفين طريقة الاعلانات عند ام سارة، الشيء اللي ما يعجبني انا ارجعه لصاحبته عشان ما اعلن كذب، لكن تستاهل كل مدح قاعدة امدحها فيه، والله على ما اقول شهيد. كذا انا يا حبيباتي وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، اشوفكم على خير بمشيئة الله تعالى. قبل ما اختم الفيديو انا حابة اوجه كلمة شكر الى اختي حبيبتي وقلبي وروحي ام ناصر نادية، اذا قاعدة تسمعيني ما تتخيلين ايش كثر كنت محبطة قبل ما اصور الفيديو هذا، وايش كثر كنت طفشانة ومالي خلق اسوي شيء، وكلماتك اثرت فيني. مو بس انا ابث فيكم روحي الايجابية، انتم كمان تبثون فيني روحي الايجابية. شكرا يا نادية، شكرا يا حبيبتي، الله يرب يحفظ لك عيالك. اوقات نحتاج ناس ايجابيين في حياتنا، واسال الله سبحانه وتعالى يرزقكم زي صحبة ام ناصر ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم، مع السلامة.